بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الفيديو بدنا نحكي عن رؤية القمل في المنام. ونبدأ بسم الله. رؤية القمل وبشكل غير مقزز على القميص الجديد في المنام. هذه الرؤية من الرؤى المحمودة. إذا كان الرأي تاجر فهي زيادة في أرباحه أو في أرباح تجارته، وإن كان واليا فهي ولاية جديدة، وإن كان صاحب مركز أو موظف فهي رتبة أو رفعة أو زيادة في راتبه بإذن الله تعالى. نشوف رؤية أخرى. رؤية القمل وبشكل مقزز على القميص البالي في المنام. هذه لصاحب الدين هي زيادة في دينه، ولصاحب الهموم زيادة في همه، فهي رؤية غير محمودة. زيادة الدين للمديون أو زيادة هم للمهموم. هذا الإنسان بنقول له عليك العودة سريعا إلى الله والدعاء ليغير حالك الله إلى الحال الأفضل. نشوف رؤية أخرى. رؤية القمل على الأرض تدب أو تقفز حول صاحب الرؤية. بنحكي لصاحب الرؤية أنت تخالط قوم ضعيفي الشخصية. النصيحة حاول غير الأشخاص اللي بتتعامل معهم، وإن شاء الله ربنا بيسر أمرك. نشوف رؤية أخرى. رؤية القمل يقرص صاحب الرؤية في المنام. هذه الرؤية تدل على أن هنالك قوم ضعفاء ويذكرون صاحب الرؤية بسوء، يعني استغابة، بيستغيبوه، ما بيقدروا له في الواقع، شخصيتهم أضعف من إنهم يواجهوا في الواقع والحقيقة، فبيكونوا يستغيبوا في الغيب. نشوف رؤية أخرى. من رأى أن قملة طارت من صدره في المنام. من رأى أن قملة طارت من صدره في المنام، إن كان له أجير أو موظف فهو هروب هذا الموظف، وقد يكون هروب ولده من عنده من البيت، هروب الولد ممكن تكون، فبده يكون حذر صاحب الرؤية. نشوف رؤية أخرى. من رأى أنه قطع قملة في المنام. من رأى أنه قطع قملة في المنام، هذه رؤية محمودة. هذا الرجل يحسن إلى عياله، يحسن إلى عياله ويكون طيب القلب. رؤية تعني أن هذا الرجل يحسن إلى عياله وطيب القلب. نشوف رؤية أخرى. من رأى القمل أمامه وهو كاره له في المنام. هون بنحكي إنه بتعامل مع أناس ضعفاء ومفسدون ودلالة على إنهم يفسدون بين الأقارب والإخوان. هذا القوم الضعفاء، يعني قوم شخصيتهم ضعيفة ولكن مشكلتهم بالاستغابة والنميمة والفساد بين الأقارب والإخوان، فالتعامل معهم بيكون صعب. ننصح صاحب الرؤية بعدم التعامل في مثل هذه الأحوال مع الناس اللي بيشبهوا هدول الناس. نشوف رؤية أخرى. من رأى أن قملا كثيرا غير مقزز في ثيابه أو جسده في المنام. هون بنحكي لصاحب الرؤية أنك ستنال خيرا كثيرا وتكون لك خروج من الهموم والأنكاد بإذن الله تعالى، فهي رؤية محمودة. نشوف رؤية أخرى. من رأى أنه يقتل قملة في المنام. من رأى أنه يقتل قملة في المنام، هذا يتخلص من أمر أغمه أو أمر نكد عليه بمعنى آخر، فهو من الرؤى، فهاي تعتبر من الرؤى المحمودة. يتخلص من أمر أغمه، فهي رؤية كما قلنا محمودة. نشوف رؤية أخرى. من رأى أنه يلتقط القمل من ثوبه في المنام. من رأى أنه يلتقط القمل من ثوبه في المنام، تعني أن هنالك من يكذب عليه كذبا فاحشا، وسيكتشف هذا الإنسان أو هذا اللي بيكذب عليه الكذب الفاحش. نشوف رؤية أخرى. من رأى أنه يأكل القمل في المنام. من رأى أنه يأكل القمل في المنام، مع أنه هذا يعني الرؤية بتكون مقرفة شيئا ما ومستحيلة على أرض الواقع، ولكن هي محمودة.
فهذا الإنسان أو هذا الرائي أو صاحب الرؤية يقهر أعداؤه، يقهر أعداؤه، فهي كما قلنا رؤية محمودة. نشوف رؤية أخرى، رؤية القمل في المنام للحامل وبشكل مقزز، وجود بعض النساء اللاتي يغتبنها وبشكل مستمر، وجود بعض النساء اللاتي يستغبنها أو يغتبنها وبشكل مستمر، فهي رؤية غير محمودة ولكن تكون لها دلالة. نشوف رؤية أخرى، رؤية الحامل تقتل القمل في المنام، هذه رؤية رائعة للحامل، هو خلاص من هموم وتعب وولادة يسيرة بإذن الله تعالى، ولادة يسيرة بإذن الله تعالى لهذه الحامل. نشوف رؤية أخرى، رؤية القمل في الرأس وبشكل مزعج للمتزوجة في المنام، ينذر هذه الرؤية، تنذر صاحبة الرؤية بأنها ستمر بأزمات مالية صعبة شيئا ما، أزمات مالية صعبا شيئا ما، طبعا عليها الدعاء المستمر لتخرج من هذه الأزمات، والله يفرج همها إن شاء الله. نشوف الرؤية الأخيرة، رؤية القمل يخرج من شعر المرأة في المنام، رؤية القمل يخرج من شعر المرأة في المنام، هذه دلالة على أن هذه المرأة تترك رفقاء السوء وتتعرف إلى صحبة صالحة، تتعرف إلى صحبة صالحة، فهي رؤية محمودة ورؤية رائعة بإذن الله تعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.